ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبه ماينكرافت. والنهارده بقى انا عامل الباركور التاني، وهو اللي هناك ده باركور يعني اسطوري، يعني ما كملتوش لحد اخر حته، يعني مش اخر حته. فيلا نخليه العادي. لا مش العادي، مش احنا اخر حتة وصلناها في الفيديو اللي فات، يعني كانت هنا اللي هو لسه اول مرة يتابعني. يعني لو عايز تشوف الباركور من الاول ارجعوا للفيديو اللي فات على طول، يعني هو الفيديو اللي فات على طول، يعني مفهوش بعدي فيديو على طول. تلاقي الباركور ده انا كنت ببتديه من هنا علشان تقدروا تفهموا اللي حصل وكده يعني. وكنت في الفيديو اللي فات يعني كنت بلعب من البداية هنا لحد اخر حتة هنا، بعدها ابتديت اكمل لحد الباركور ده. فاللي عايز يعني اللي عايز يشوف الاول مرة يعني طبعاً، اللي عايز يشوف الباركور من الاول وانا بلعبه يدخل على الفيديو اللي فات ويتفرج. فيلا نكون هنا ونخلي الدور بتاعنا العادي. يلا هنطلع عادي وننط على السلايم. ايوه تمشت. ونطلع استنى وفي سلايم فين؟ اهو لحظة. ايوة يعني اخر حاجة بصراحة يعني لعبتها كانت هنا كانت اخر حاجة هنا في الخضرة اللي هناك دي. استنى فين؟ ايه ده؟ لحظة فين؟ السلايم هنا. طب استنى كنت يا لهو على الحركة، شفتوا يا لهو على الحركة دي بقى صعبة اوي، دي بصراحة صعبة جدا. ف يلا بص بالراحة. ايوه الحمد لله كنت هقع. دي كنت انا عاملها غلطة، انا كنت ببنيها. استنوا كده انا دي كنت عاملها غلطة من غير ما اقصد، يعني نبقى نصلحها. نسيت اصلحها. يلا يلا الحمد لله قربت بالراحة. ايوه كويس. حلو قوي كويس، وما جيتش يعني ما وقعتش. ايوه اخر اتنين. حلو، دي بقى تشيك بوينت، يعني لو خسرت مرجعش هنا من الاول زي ما كان بيحصل. بس دي بتتكسر. استنى اللحظة، ازاي بتتكسر كده؟ هبتصنع ايه ازاي يعني؟ يعني زي ما كنا في الفيديو اللي فات كنا بنرجع. لا الفيديو ده ليه معنى يعني. فيلا اطلع. دي بقى جامدة، اكتر حاجة عجبتني في اللي انا عملتهم. يلا مكسرش، هو بيكسر. لا بيخوت. والحال حلو الحمد لله ما وقعتش.
دي بقى فيها حركة، لو انا دوست كده وانا ماشي هقع، وانا اعملها برضو يعني خفيفة عشان تصعب ممكن. اوه لا 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 لا، اطلع الحمد لله، كأني بطفي نار. يلا استنوا، هي ليه الإضاءة قفلت كده؟ تشيك بوينت، وحق يكون ما فيهاش تشيك بوينت لأنها سهلة يعني. هاي هما الاثنين. بعد ما عديت دي كان حقي احط الشيك بوينت، بس عشان هي سهلة فما حطيتش. يلا نطلع. صح، استنوا لحظة، انا فكرة ان انا عملت حاجة صعبة 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 صعبة. اول حاجة، لا 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 لا، بليز بليز، دي اصعب حاجة فيهم. كسر 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 كسر، حلو قوي. لا 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 لا، هيموتني حلو، بس ممتعة مش كده؟ ممتعة قوي. دي أصعب حاجة، استنوا ناكل كل دي أصعب حاجة كنت بحاول أعملها، صعبة جدا. آخر حاجة وصلت لها هنا، لما أنا بعمل حاجة بعملها مرة، يعني مش بعملها كلها، بعملها كده واتنطط وأشوف هي صح ولا لأ، عشان لو فيها غلطة أصلحها. بس الدنيا ما خدتش بالي منها وما كنتش بصحح. ايه يا عم، انا ازاي اتضربت؟ لا 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 لا، بصوا انا كنت بعمل لكم مفاجأة هنا اسطورية جامدة جدا، ده انتوا هتتفاجئوا زي الايه. يلا نطلع على دي، اول واحدة دي. اي خفيفة خفيفة خالص. تشيك بوينت، فمش مشكلة. يلا يا رب يا رب. بقى نفس الحركة، هيقعد يتلل. طب بصوا، احنا ممكن نعمله، نخليه كرياتيف عادي، بس هيبقى غش. بدأت تيجي النجوم والدنيا بدأت تظلم. انا باجي على اول واحدة لان دي اتنين، فهتبقى صعبة شوية في النط. نخليه كده، بس انا ما يكون غش، عشان ممكن لو في حاجة هتقللني ما اقللش منها مثلا. اوه حلو يا عمي، صعبة بجد. انا مش هسيبه، انا مش هسيب الباركور ده الا لما اخلصه. كنت عامل هنا، صح، نسيت اقول لكم، كنت كاتب باركور 2، الباركور التاني باركور 2. يا رب باذن الله ما اقعش. باذن الله ما اقعش المره دي. يا جماعة، ايه ده، استنوا اللحظة، ازاي على طول كده؟ انا قربت، بليز ما اخسرش، بليز. حرام يا جماعة، حرام كده قوي يعني، حرام خسرتها. ارجع من الاول، رجعت خسارة.
مركزتش فيها، مركزتش اصلا، ندمت اني مركزتش. اركز واطلع اللي جوايا. بصوا انا هركز وهركز. يا سلام. الله. يلا اطلع بقى، اطلع. انا مش هغش، ولا عمر ما غش في حياتي، ولا عمر ما عديها لحد. انا هخلصها، مش هسيبها الا ما اخلصها، مش هسيبها لما اخلصها من غير صوت بقى، من غير صوت. يلا شكرا. حلو حلو. ليه بقى؟ حرام حرام حرام. بص انا هخليه كده عشان نعرف ان مفيش حاجة هتدمجني، لما انا على طول اطير عشان ما اقعدش اضيع من الوقت واقعد ازهق وازهق. طب بصوا وبرتغش يا عم. يلا بقى، ما تقعد حتة حتة قوي. يا ريتني انا ما كنت عملتها حادة كده قوي، خفيفة. هو شكل الكرياتيف بيسهل علينا الموضوع. نخليه ريفا شكلي عشان جعان وهلسي ضعيف. فهمت. ايه ده؟ استنى لحظة، انا في حاجة موتتني. الزومبي ده، طب استنى، ايه اللي جابه؟ لحظة، ازاي دي؟ الزومبي ضربني. شكرا ليك بجد، ضربني وخلاني نص في الجاية. هو ايه اللي بيقللني كده؟ ايه اللي بيقللني كده؟ خلاص ده معاه سيف. غريب. ايوه بقى، بليز ما اخسرش، بليز ما اقعش. يس يس، ايوه كده. تخلوا دي بقى بتحتاج سرعه. لا 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 لا، خساره خساره خساره. تعمل انا تشيك بوينت. ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ وقفت على التشيك بوينت، عملت صوت مش كده؟ يلا انا اصلا زهقت اصلا، دي زهقتني. كنا هنا على التشيك بوينت. صح، نجيب دروع. دروعنا وسفنا، فين دروعنا وسفنا؟ بس نقول حاجة، لو انا خسرت يبقى نمشي دروع. لا صعبة صعبة اوي، صعبة صعبة. فين الدروع؟ فين؟ اهي، ما خدتش بالي ازاي منها، ما هي قدامي. حلو، يلا حلو قوي. انا ممكن اعملها. ايوه انا ممكن اعملها كده مش كده؟ لا 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 لا، انا ما جبتش الكوتش. ليه؟ اطلع 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 اطلع.
جبتش الكوتش ليه؟ جبته انا حطت هنا واقول ما جبتوش ليه؟ وانا ليه بقى كده؟ لا بجد صعبة كبوت. طب بص انا ممكن اتخنها شويه لانها هتكون صعبه اوي وكمان فوقيها نار يعني، ف اخليها دي اتخن. حلو، دي بتسهل علينا الموضوع على الاقل شويه. يا لهوي، كويس كسر. حلو، اجيب لك الدروع، احط لك ماشي. يلا لا ايه ده؟ اعتقد ان الكوتش بيخفف علينا النيران الماري. يا ربي على الصعوبة، واللي في النص اصعب حاجة، اصعب حاجة تتخيلوها اللي في النص وهنا. بس لو انا وقعت ده مش غش، لو انا وقعت اعدي كل النار لي لو اقدر الحق، علشان دي نار دي مش ميه. البلوك لو كنت حطيت هنا بلوك كانت اسهل بكتير. بقى زهق مشي النار. الهيلث يزيد شويه، الهيلث الفيديو ده طول في الخسارة خلينا نقف هنا على دي. يا عم الجد الغش ده، بس انا اقدر اقف عليها. لحظة، انا اقدر اقف عليها ازاي؟ لا لحظة، ازاي؟ استنى شو اجرب حاجة. عرفت، تمام. لا 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 لا، هتتحرق بس ده خشب فضة مش هيتحرق. يلا بإذن الله ما. لا لا لا، على المية على طول. طب بصوا يا جماعة، أنا خلاص، أنا زهقت، أنا هعديها. لا أنا هخليها بلوكة صعبة. لا كده صعبة جد بجد صعبة، يعني حتى دي مقدرش اعديها، يعني فيها خسارة على طول على طول خسارة. يعني وقعت خلاص، اتضايقت بجد، اتضايقت على انا عملت حاجة صعبة كده، بس يعني بعمل حاجة حلوة. لما انا كنت عاملها حد، يا جماعة شوفوا صعوبتها. ممكن نخليها دي،
ماشي. انا عارف ان حاجة صعبة. دراعنا. لا لا لا، ما تقولت بقول الدموع. يلا كده الموضوع اسهل اسهل اسهل. وهادي غلط. اطلع اطلع. ليه بتزحلق؟ لا 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 لا، إلا الخسارة إلا الخسارة. لا زيد اللينس شوية. كمل. كويس. يلا دي تعتبر اخر حاجة. او حلو. ايوه قطها. حلو. عارفين بقى اللي تحت؟ انا بعمل مقر باركور ده. خلاص باركور 2 انتهى. الباركور التاني لسه فيه بقى باركور تالت. ده بقى على تحت المية وبعمل ازاز، ولسه بقى هفضي المية اللي فيه. فاستنوني، شكلكم مستعجلين قوي. استنوني بقى لو عايزين نكمل في السلسلة الحلوة دي. اكتبولي تحت في التعليقات وانا معاكم على طول. انا بصمت ولسه هحط ازاز وافضي المايه اللي جواها. هيكون باركور احلى باركور شفته في حياتي. ف ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. فاعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني، ويوصل لكم كل، ونقدر نكمل في السلسله الجميله دي، ونبني ده بسرعه يعني، علشان بقى نكمل بقى في السلسلة دي. لو انتوا عايزين يعني، لو عايزين السلسلة دي اكتبوا لي في التعليقات وعملوا لي لايك لو وصلت الفيديو ده ل200 لايك. هكمل لكم في السلسلة الحلوة دي. واكتبوا لي في التعليقات وعملوا لايك علشان لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. ف يلا سلام.